السلام عليكم الاخوه والاخوات، شفت لكم هنا واحد الفروته، ماشي جيت نبان عليكم واش واحد الفروته باش نطرح للانسان اصلا، ماشي كل مره نقول لك غنجيب حاجه ولا غنجيب حاجه، يعني كنشرح حوايج اللي ما كاينش في البلاد، وحتى الا وريتك شي حوايج كاين في البلاد كنقول لك الاثمنه ديالها، ماشي زعما كنبين لك كنقول لك الاثمنه ديالها، فهمتي الاخوان؟ هذا كيقول لك اتشيرو معروف بوليفيا، كيدار منو العصير، كيدار منو يعني واحد الفروته حاجه مليحه، فهمتيني؟ وكاينه في أستراليا تيقول لها مانغوستان بوليفيا، حيت جا من بوليفيا، تينط في شي بلاصه داو من بوليفيا لأستراليا، زرعوه تما تيقول لي كيسميوه مانغوستان في أستراليا، مانغوستان بوليفيانو، مانغوستان بوليفيانو كيسميوه، ولكن هنا كيتسمى تشاتشيرو، موجود هنا في بوليفيا، يعني عطا الله الشجر ديالو. شي حاجه مليحه غنحاول نحلو نشوفو كيفاش داير داخل الدراري، فهمتي؟ غنحاول ندي العظم ديالو ندي نزرعو في المغرب، ومرحبا بكم كاملين، ندوق الاخوت ديالي 40 مليون نسمة ندوقها، فهمتي كيفاش عرفتي؟ هذا كيتصوب منو عصير، فهمتيني؟ وكيتصوب منو يعني كياكلو هاكا وكيتصوب منو عصير بزاف ديال الحوايج، يعني شي حاجه مليحه غندوقو، قبل ما ندوقها كنقول بسم الله، بسم الله. السكر الدراري، والله السكر الدراري، السكر شو كيداير هنا؟ راه شي حاجة هذا شو هذا شو بلا صباعك صباعك تعضم الحلاوة. بغيت نقول لكم يا اخوان، بغيت نشرح لكم الفروتة هادي، حيت ما كاينش في المغرب وما كاينش بزاف ديال الدول، فروتا ديال بوليفيا غتلقاها، ربما تلقاها في بعض الدول، ولكن اللي تنعرف انايا ديال بوليفيا والدوله استراليا، يعني في استراليا تيقولها مانغوستان بوليفيان، يعني كتبعتها في استراليا، تحياتي ماشي كتبع زرعينا فيه، اما الا مشيتي للصبليون تلقى بوليفيا دافعه للصبليون، يعني دافعه للفروتا، يعني اتمنى يعجبكم الفيديو.